سجدوا إلا إبليس، إلا إبليس هو رأس الشياطين. استثناؤه من الملائكة، هل هو من جنسهم؟ فيكون الاستثناء متصلا، كان من جنس الملائكة ثم لما أبى السجود واستكبر خذله الله عز وجل ولعنه وطرده، أو هو من غير جنس الملائكة ويكون الاستثناء منقطعا بمعنى لكن. الراجح والله أعلم أنه من غير جنس الملائكة، وإنما كان يتعبد معهم، ولهذا قال كان من الجن. فلو كان من الملائكة لما قال كان من الجن، كان من العالم، من عالم الجن، وعالم الجن فيهم شياطين المردة، كل من تمرد عن طاعة الله من الجن فإنه شيطان، ورئيسهم إبليس هو رأس شياطين الجن. وهناك شياطين للإنس أيضا، شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. كان من الجن وهم عالم لا نراهم، ولذلك سموا بالجن من الاجتنان وهو الاستتار، فهم عالم الجن، العالم الذين لا نراهم. إنه يراكم هو وقبيله، يعني الشيطان، من حيث لا ترونهم، ولذلك سموا بالجن.